هي ابتسامة الحياة التي أراد أن يزرعها على شفاه العراقيين. إنه الناشط المدني محمد جاسم الذي وافته المنية داخل غرفة التبرع بالدم داخل أحد مستشفيات العاصمة بغداد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذهب محمد من الرمادي ضمن حملة لإسعاف المصابين بكورونا وجلب بلازما الدم، لكنه أبى إلا أن يضع دما مقابل ما أخذ، لكن شاءت الأقدار أن يتوفى في لحظة العطاء. يعني بالأمس كان الاتفاق أنه هذا اليوم يعني نذهب إلى عقد قران، ونذهب إلى إن شاء الله لإكمال خطبته، لكن قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله ما شاء فعل، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. التحق محمد بالجيش العراقي بعد تخرجه من أحد المعاهد كمقاتل متصديا لإرهاب داعش الذي ضرب الأنبار، وبعد الانتصار على التنظيم غادر المؤسسة العسكرية ليدخل معركة أخرى لمحاربة الجهل والفقر ومكافحة أمراض السرطان ودعم المحتاجين والتثقيف لمحاربة التطرف والعنف وبناء جيل من الأطفال يؤمن بالحياة. بعض الخطباء أو رجال الدين اللي محسوبين على كافة الأديان صدرتنا التطرف، صدرت لنا الكراهية، صدرت لنا العنف. لم يكن محمد هينا في انتقاده الطبقة المسؤولة داخل الأنبار، فقد تعرض لضغوط كثيرة لم يسلم منها، مع ذلك بقي مصرا على نهجه مكرسا وقته ما بين متبرع ومحتاج. كان ناشط وناقد سياسي لاذع، كان نقد بناء وهادف، كان ينتقد بطريقة جدا ذكية تجبر المسؤولين على الاستجابة السريعة لمناشداته أو لانتقاداته، تخلق تفاعل من خلال يعني بين جمهور الأنباري، ويصير يعني انتقاده كان جدا مهم. ها قد غيب الموت محمد جاسم، الجندي المستقيل والناشط المدني، تاركا خلفه جيشا من المرضى الفقراء الذين كشرت لهم الحياة بأنيابها بكل قبح. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار.